جمعية السطر للدعوة الثقافة والتعليم ترحب بكم أفرادا وجماعات، ترحب بكم أفرادا عاديين، ترحب بكم أئمة، ترحب بكم دعاة إلى الله، ترحب بكم طلاب جامعات وتلاميذ ثانويات وإعداديات، دكاترة جامعات، دكاترة جامعيين، وترحب بكم جميعا. الموضوع كما رأينا هو زمن المبشرات بين نصوص الوحي ومعطيات الواقع. الله عز وجل جاء بدين أراده خاتما وأراده خالدا، وجاء بأمة أرادها هي الأخرى خاتمة وخالدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نرحب بالأستاذ محمد غلام بن حاج الشيخ. بارك الله فيكم. الكلمة والمحاضرة مع شيخنا الشيخ محمد الحسن الأدوي ليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون مرتباً على وفق قدره السابق وما كتب في أم الكتاب عنده، ولا يمكن أن يختلف شيء من هذا الكون عن تلك المسطرة التي سطرها الله جل جلاله في أم الكتاب، فإنه قال في كتابه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومعنى ذلك أن أم الكتاب لا محو فيها ولا تغيير، بخلاف ما يكتبه في لوح المحفوظ وما يكتب مع كل جنين في بطن أمه، وما يبرم في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فما كان في أم الكتاب لا محو فيه ولا تبديل ولا تغيير، وليس مربوطا بالشروط ولا بانتفاء الموانع، وما كان دون ذلك من الكتابات كله قابل للتغيير، لأنه مشروط بالشروط مربوط بانتفاء الموانع. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى بيّن حكمته في قدره فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم أي من أمر الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم أي من شأنها، فالفرح إنما يكون بالشأن الأخروي لأنه الدائم الثابت، وأما ما يناله الإنسان في الدنيا فهو عرضة للزوال، فكل ما فيها ظل زائل. ولذلك قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي رواية رويس عن يعقوب الحضرمي وهو تاسع القراء العشرة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون. ومعنى ذلك أن الله أمرنا أن نفرح بفضله ورحمته. واختلف أهل التفسير في المقصود بذلك، فقال الطائفة: فضل الله كتابه ورحمته سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة الأخرى: بل المقصود بفضله ما يقسمه على عباده المؤمنين مما يعينهم على طاعته ويقربهم من مرضاته، والمقصود برحمته ما يكفر به من سيئاتهم ويعفو من زلاتهم وخطاياهم. والمقصود إذن أن الله سبحانه وتعالى كتب كل ذلك وجعله سنة ماضية، فيمكن لمريد التخطيط والمتطلع إلى المستقبل أن ينظر إلى سنن الله سبحانه وتعالى فلها عواقب متسلسلة مترتبة، وإذا نظر الإنسان إليها أدركها، وقد ضرب الله بها الأمثال في كتابه، ولكنه بيّن أن تلك الأمثال ليست لكل الناس، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
فمن كان من الراسخين في العلم يستطيع أن يأخذ العبرة ويعرف المستقبل ويتطلع لكثير من الأمور لا تطلعا على الغيبيات ولا بحثا عن تغيير القدر، ولكن معرفة للسياق قدر الله سبحانه وتعالى من خلال استمرار سننه الماضية. والسنن المنظمة لهذا الكون لا مبدل لها، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهذه السنن منها أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده فيمتحنهم، وهذا الامتحان من سنة الله أن لا يثبت فيه إلا الموفقون الذين يثبتهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم يتكرر الامتحان، والأغلب أن يأتي ثلاث محن متوالية ويتساقط بها جمهور الناس، ثم بعد ذلك يأتي مثبت من عند الله يرد به المتساقطين إلى منهجه وسبيله. ومن أمثلة ذلك ما تقرؤون في سورة البقرة في قول الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال له نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إلى هذا الحد وجدنا ثلاث امتحانات وجاء المثبت بعدها. فالامتحان الأول عندما قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فكان الامتحان الأول: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فهذا جهد يحتاج إلى استعداد كبير، لأن الإنسان المستعد للتضحية لا بد أن يكون ذلك على أساس عقيدة وقناعة. فالذي يعلم أنه آئل إلى الله وأن مصيره إليه، ألا إلى الله تصير الأمور، فإنه يفرح بلقاء الله ويستعد له، ويمكن أن يستقبل بصدره الرصاصة ويقول: وعجلت إليك ربي لترضى، كما قال موسى بن عمران. أما من كانت عقيدته فاسدة، لا يؤمن بالمرد إلى الله، ولا يؤمن بالجزاء الأخروي، ولا يؤمن بالدار الأخرى وما فيها، فلا يستطيع مثل هذه الشجاعة إلا نادرا. قد تكون له قناعة أخرى وعقيدة وأديولوجية تدفعه إلى ذلك، ولكن هذا من النادر، وهو مستوى من التربية يحتاج إلى ظروف، منها الظلم المستشري، ومنها ثقافة الحرية وثقافة الغضب، وهي أمور لا تتم إلا بعمل متراكم لا يمكن أن تتم بين عشية وضحاها. ثم جاء الامتحان، هذا الامتحان الأول: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، رسب فيه بنو إسرائيل جميعا، لأنه كان جوابهم: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، كان القتال من أجل الديار والأبناء لا في سبيل الله. فإذا كان الخطأ العقدي أول أخطائهم. ثم بعد ذلك جاء الامتحان الثاني، وهو فرض القتال عليهم عندما فرض الله عليهم الجهاد: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، نجح الطائفة يسيرة منهم ورسب الجمهور. ثم بعد ذلك جاء الامتحان الثالث، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، تولية من لا يرونه أهلا للولاية. وهذا امتحان شاق، لأنه من الصعب أن تنقاد وراءه الجمهور وأن تساق
له النغوص، وهي لا تراه أهلا لهذا المقام. أرى العنقاء تكبر وأن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا، وكل على مقامه ومستواه. فلذلك رسموا في هذا الامتحان فقالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. حينئذ جاء المثبت من عند الله، وهو أمر مادي يراه الناس، تابوت ينزل من السماء تحمله الملائكة، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فلما رأى الناس التابوت أيقنوا ورجعوا وصدقوا وعرفوا أن هذا هو الحق. قبل ذلك كان أمر هذا النبي عندهم مثل رأي من الآراء، يعترضون عليه ويقولون: أنى يكون له الملك علينا، ولا يعلمون أن هذا النبي رسول من عند الله، وأنه لا يتكلم من تلقاء نفسه وإرادته، إنما هو يتكلم عن أمر الله جل جلاله. فلما جاء التابوت استسلم الجميع، من نجح في الامتحان السابق ومن رسب في كل الامتحانات. ثم بعد ذلك بدأ مسلسل آخر من الامتحانات. قال الله تعالى: ولما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. هذا الامتحان الأول بعد المثبت، وهو امتحان مادي: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، أي فهو غير ناجح، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فحينئذ حصل الرسوم في أغلبه، ونجح طائفة قليلة فشربوا منه إلا قليلا منه. ثم جاء الامتحان الثاني، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، جاء الامتحان الثاني وهو تذكر المعركة على أرض الواقع. عندما يخطط الناس للمعارك أو تكون المعارك كلامية، فلا غير أن يكثر المتحدثون وأن يتكثر الجموع، ولكن عندما يصل الناس إلى التطبيق على أرض الواقع حينئذ سيفقد كثير ممن كان في الصفوف المتقدمة. ولهذا قال أحد شعراء فلسطين وهو يرضي الشيخ عز الدين القاسمي رحمة الله عليه عند استشهاده: إن الزعامة والطريق مخوفة غير الزعامة والطريق أمان. إذا كان الوقت وقت شدة وكرب فإن الزعامة ليست بالأمر السهل، لكن فيما سوى ذلك يكثر الزعماء. فلهذا عندما تذكروا المواجهة قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بعد ذلك نجت طائفة منهم، وهم الذين صلحت عقيدتهم وحصلت معاملتهم مع الله. قال: الذين يظنون أن يجزمون ويوقنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم جاء الامتحان الثالث وهو المواجهة، عندما واجهوا العدو الكثير وهم فئة قليلة، فحينئذ نجحوا بعقيدتهم وتوكلهم على الله ودعائهم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فجاء المثبت بالنصر والتمكين فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. بعد هذه القصة وهذا المسلسل من المحن والمثبتات يقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي جعلهم يتدافعون بعضهم يدفع بعضا عن فساده ومنكره، لفسدت الأرض. وذلك أن حكمة الله وسنته أن هذه الأرض لا بد أن يبقى فيها نزاع بين حزبين متنافسين، هما حزب الله وحزب الشيطان، والمنافسة بينهما أبدية سرمدية لا تنتهي إلى أوان ووقت، لأنها لو توقفت لفسدت الأرض. فتوقفها لا يكون إلا بهزيمة أحد الحزبين. فلو أن حزب الله هزم حزب الشيطان فلم يبقى لحزب الشيطان صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار،
فإن هذه الدنيا هي مجرد امتحان وهي دار عمل ولا جزاء. ولو أن حزب الله هزم وغلب حزب الشيطان لاستحق أهل الأرض أن يحل عليهم سخط الله ومقته، حين لا يبقى في الأرض من ينكر المنكر ولا من يعرف المعروف. فلذلك كانت مصلحة الأرض في بقاء هذا الصراع أبدا، وسنة الله فيه أنه يداوله بين الناس. لا يمكن أن يكون حزب الله غالبا في كل الأوقات وفي كل الظروف وفي كل البيئات، هذا مستحيل. ولا يمكن أن يكون حزب الشيطان كذلك غالبا أبدا، بل لا بد أن يداول الله الأيام بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. الذي يتأمل في سياق هذه الآية سيتعجب من هذه الجملة الاعتراضية، وهي قول الله تعالى والله لا يحب الظالمين، ما موقعها هنا ومن أين أتت؟ فالله يذكر حكمته في تداول الأيام وتبادل راية النصر بين هذين الجيشين المتقاتلين، فأدخل في أثناء ذلك والله لا يحب الظالمين. إذا فكرت فيما قبلها وهو قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا منكم، هذا امتحان للمؤمنين الذين يثبتون عند اللقاء، ويتخذ منكم شهداء، هذا حكمته باستشهاد من يقتل من المؤمنين. ربما عرض للنفس خاطرة تقول إذن لا يمكن أن ينتصر أحد إلا بتمكين الله، فهل يحبهم لأنه يمكنهم من رقاب أوليائه المؤمنين؟ فجاء الجواب عن ذلك والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد انتبه الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنبياء إلى حكمة بليغة في تفسير قصة أيوب عليه السلام، فإن أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله المقربين، وقد ابتلاه الله 18 سنة وهو صابر من شدة حيائه من الله، لم يسأل الله أن يرفع عنه البلاء حتى نفد كل ما لديه، فكان ملقا على قمامة لبني إسرائيل، وكانت امرأته تعمل عند الناس بأجر وتنفق عليه من أجر عملها، حتى عرفها الناس فقالوا هذه امرأة ذلك المبتلى فلا تعمل عند أحد منكم، فقاطعوها مقاطعة اقتصادية. وحينئذ لم يبق لها شيء إلا أنها صارت تبيع قرون رأسها، فكلما جاعت هي وزوجها ذهبت فقطعت قرن من قرون رأسها فباعته في السوق بطعامهما. فلما رأى هو رأسها قد ذهبت ظن أنها مثلت بنفسها وسألها عن السبب فكتمته، فأقسم ليضربنها 100 سوق. فبينما هي في يوم من الأيام تنزل إلى السوق لعلها تجد من يستأجرها في أي عمل، إذ مر رجلان من بني إسرائيل بأيوب وهو على طرف تلك القمامة، فقال أحدهما للآخر قد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، ابتلاه الله 18 سنة ولم يرفع عنه البلاء. فلما سمع أيوب كلامهما قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهنا انظروا إلى حيائه من الله، لم يقل إنك مسستني بالضر، بل قال مسني الضر، وفي آية صال نسب ذلك للشيطان، الشيطان هو الذي مسه بنصب وعذاب. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلم يقل فارفع عن الضر، حياء من الله. في نفس اللحظة نزلت الإجابة من الله، فرفع الله عنه الضر وقال له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فنبع الماء من تحت قدمه تثبيتا وامتحانا، وبرئ أيوب ونزلت عليه ملابسه من السماء، وجاءته الأموال الطائلة من السماء نزلت عليه بمثابة جند من الجراد وهي من الذهب، فكان يلتقطها في ثوبه، فناداه ربه ألم أغنك عن هذا يا أيوب؟ قال بلى ولكن لا غنى بي عن بركاتك.
فهو يرى أن كل ما يتنزل إليه من ربه هو من بركات الله فيأخذه من هذا القبيل. فجاءت امرأته فرأت أيوب على شبابه ونضارته وجماله قد ذهب عنه كل ما كان به، ولبس لباسا جديدا وتطيب وتعطر وحوله الأموال، فقالت: أين المبتلى الذي كان هنا لعل الكلاب قد تخطفته؟ فقال: أنا أيوب. وما عرفته في هيئته الجديدة. في هذه القصة يقول الله تعالى في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في سورة صاد: رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. والذكرى من المعقول توجيهها إلى أولي الألباب أي أصحاب العقول، لأنهم الذين يعتبرون بالذكرى وينتفعون بها. لكن العابدين ما خصوصيتهم في الذكرى؟ انتبه لهذا الأمر ابن كثير رحمه الله فقال في تفسيره: أي لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. هذه هي الذكرى، لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا، بل هذه سنة الله الماضية. ولذلك فإن هذه الابتلاءات التي تأتي من عند الله إذا جاءت تختلف بها مواقف الناس على أربعة. الموقف الأول موقف أهل الإيمان والصدق، فإنهم إذا رأوا شيئا من هذه البلايا رجعوا إلى الله وتابوا وأنابوا وصدقوا وعد الله وخبره. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. والموقف الثاني موقف الصرحاء من المنافقين، فإنهم إذا جاء البلاء للمؤمنين بدت الشماتة من ألسنتهم وأظهروا ما كان مخفيا من الضغائن في قلوبهم، فإن الله سيبدي ضغائنهم لا محالة، فسيخرج الله أضغانهم كما وعد بذلك. وإخراجه لأضغانهم إنما يكون في وقت الشدة على المؤمنين، فحينئذ سيسلقون المؤمنين بألسنة حداد أشحة على الخير. ماذا قالوا يوم الأحزاب؟ قالوا: يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن أهل الإيمان صبروا، فلم تمض سبع سنوات حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله. الموقف الثالث موقف المستضعفين أهل الضعف والخوف من أهل الإيمان، فإنهم يهتمون بمصالحهم الخاصة ويتركون أمر العامة. يقولون: دعنا نشغل بما يعنينا، ننمي أموالنا، نربي أولادنا، نبني بيوتنا، نسعد بشأن الحياة، ونترك الشأن العام وما فيه الناس. وهذا الحال حال ضعفة الإيمان، ولكنه حال موجود أيضا حتى في ضعفة القناعة أيا كانت. فالذين لا يؤمنون بالحرية مثلا لا يشاركون في السعي إليها، إذا خرجت الجموع تنادي بأعلى صوتها من أجل الحرية قعدوا في بيوتهم وهم ينتظرون حتى إذا بني بيت الحرية وقامت خيمتها دخلوا في ظلالها ولم يشاركوا في بنائها ولا رفعوا لها عمادا ولا سلكا. وهؤلاء ضعفت أنفسهم فخارت عزائمهم، ولذلك إنما يوجدون في حال الطمع على خلاف الأنصار الذين يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. وكما قال الشاعر:
يا جندب أخبرني ولست بكاذب، وأخوك ينفعك الذي لا يكذب، أمن السوية أن إذا أخصبتم وأمنتم فهذا البعيد الأجنب، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، هذا وربكم الصغار بعينه لا أملي إن كان ذاك ولا أب. ثم بعد ذلك يأتي الموقف الرابع، وهو موقف مرضى القلوب المخذلين الذين يسعون لتخذيل كل المتقدمين وكل المضحين، يحاولون أن يغنوهم عن عزائمهم وأن يهتوا في أعضادهم وأن يبينوا لهم أن الحكمة تقتضي عدم المواجهة، وأن الحكمة تقتضي عدم الصدع بالحق، وأن الحكمة تقتضي الصبر على ما هم فيه، كأنه هو خير الدنيا والآخرة قد اجتمع في المكاسب التي أحرزوها وإن كانت وهمية في كثير من الأحيان. وهؤلاء المثبطون دائما يلتمسون الأعذار لأنفسهم بالكذب، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وهذه المواقف الأربعة جاءت بينة في قصة الأحزاب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في المدينة 1500 مقاتل من المؤمنين، ومعهم ما يزيد على ذلك من المنافقين، وكان العام عام قحط وقد نقصت فيه الزروع، ولم تكن التجارة إلا رائجة، لأن الشام لم يكن في هدوء بل كانت فيه معارك بين البيزنطيين وفارس. فجاء جيش المشركين من غرب المدينة من جهة سبأ، ويتقوده قريش وأحابيشها ومعهم غطفان وقبائل هوازن، وجاء اليهود من شرق المدينة وهم من قريظة ومن معهم من بني النضير، فالتقت حقة النضال على القوم ونضوا بالصين من الصلعاء، اشتد الحصار على المدينة ونقصت المؤن ونفدت، فوفق الله سلمان لأن يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيلة فارس، أنهم كانوا إذا خافوا عدوهم وقلت أعدادهم خندقوا على أنفسهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق واشترك فيه هو وأصحابه، ولما جاء هذا الخندق وكان معجزة من المعجزات، لكن يؤخذ منه كثير من العبر، يؤخذ منه كثير من العبر والدروس. من الدروس والعبر التي تؤخذ من قصة الخندق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لديه أنفة أن يستورد ما هو نافع من أي حضارة كانت، فلذلك استورد فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، فكرة الخاتم من حضارة الروم، وكل هذه الحضارات كان فيها ما ينفع البشرية، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد مانعا من استيراد ما هو نافع من هذه الحضارات كلها، فهي حضارات بشرية ملك للبشر كلهم، والبشر يطورونها ويتداولونها فيما بينهم. فلما نصر الله المؤمنين وانهزم الأحزاب قص الله علينا تعقيب هذه القصة هذه الغزوة وبيان دروسها، فبين هذه المواقف الأربعة، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذا أول موقف سجل، وهو موقف الصرحاء من المنافقين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
فالموقف الثاني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هؤلاء هم المثبطون والمخذلون، وهم طائفة منهم من المنافقين. يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي لا نفع فيكم ولا دفع، أو لا مقام لكم أي لا استقرار لكم في هذا المكان، فارجعوا فروا في الأرض. وهذا الموقف بينه في قوله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من النور فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. والموقف الثالث هو الذي سطره بقوله ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم أي دخلت عليهم بيوتهم من أقطارها أي من أطرافها وسقوفها ثم سئلوا الفتنة لآتوها أي لأعطوها من سألهم، وفي القراءة السبعية الأخرى لأتوها أي لدخلوا فيها وما تلبثوا بها ما تأخروا عنها إلا قليلا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. وقد بين الله سبحانه وتعالى الموقف الرابع فقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. واقع هذه الأمة المحمدية ليس غريبا عن ماضيها ومستقبلها كذلك، فهي أمة مصورة، أمة هي خير الأمم وأحبها إلى الله، وهي خير أمة أخرجت للناس. في أولها الخير الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يغزو بئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو بئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو بئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. وفي آخرها الخير الكثير، فإن الله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم فقال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فهو يتلوه شاهد منه أي يتبعه شاهد على صدقه وصدق ما جاء به من عند الله منه، إما من أتباعه وهو المسيح ابن مريم ينزله الله بآخر هذه الأمة حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق وقت أذان الفجر، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا طأطأ رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا رفعه تقاطر كأنما خرج من ديماس، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. فعيسى ابن مريم يأتي بسلاح الدمار الشامل وهو النفس، حيث يبلغ نفسه ما يبلغ بصره، ومع ذلك يميز هذا السلاح بين الناس لا باعتبار الجينات ولكن باعتبار الإيمان. فنفسه لا يحل لكافر من يجده إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. وقيل يتلوه شاهد منه أي المهدي، وهو إمام سيخرج في آخر هذه الأمة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم أبيه، ويملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. وقد ورد فيه عدد من الأحاديث وصلت إلى 1050 حديثا، الصحيح منها 4 أحاديث فقط، لكن المهم أنه يتلوه شاهد منه، لا بد أن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم شاهد منه. وهذا الشاهد قبله أيضا المجددون الذين يحيون ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يجددون للناس أمر الدين
وقد تعهد الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وجاء في هذا عدد من الأحاديث الصحيحين وغيرهما. ففي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم الله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها أنه قال: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ويمكن أن يعترض بعض الناس فيقول: نقرأ في سير السلف الصالح كثيرا من العلم والتقوى والعبادة والورع، ولا نراه في العصور المتأخرة ولا في بين أيدينا ومن خلفنا ونحن بين أظهرهم. والجواب عن ذلك أن المقام ليس على حد السواء، فقد أخرج الترمذي في سننه عن نعيم بن حماد عن الجوزجاني عن نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. فالناس أبناء زمانهم وكل على حسب وقته ومستواه. فالصالحون من أهل هذا الجيل صلاحهم نسبي إذا قورن بصلاح من سبقهم، وهكذا في كل الأجيال، لكنهم هم الذين يمثلون الحق في هذا الجيل. ولذلك أخرج الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من 11 طريقا، وأخرجه أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفرون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. فلذلك ستأتي فتوحات عظيمة في آخر هذه الأمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين مراحل هذه الأمة في تاريخها، فعرفنا من ذلك أن لهذه الأمة 5 مراحل في الدعوة و5 مراحل في السياسة. ففي الدعوة جاء بيان المراحل 5 في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: ما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرفهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهذا الحديث تضمن 5 مراحل من الناحية الدعوية. المرحلة الأولى الشر الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جاهلية جهلاء، حيث كان الناس يعبدون الأصنام ويقتلون الأولاد خشية أن يشركوهم في زادهم، ويقتلون البنات حفاظا على السمعة، ويقطعون الأرحام ويتقاتلون لأتفه الأسباب. فهذا الشر الأول. ثم جاء بعده الخير المحض، وهو ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قامت دولة الإسلام وضرب الإسلام بعرضه، وإن كان ذلك متدرجا، فمرحلة النبوة والحكم الإسلامي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 10 سنوات، وتوفي 11 في الشهر 3 منها. وبعد ذلك تولى أبو بكر الخلافة 2 و6 أشهر، ثم عمر 10 سنين و10 أشهر، ثم عثمان 12 سنة إلا قليلا، ثم علي 4 سنين و10 أشهر. فتمت 30 سنة بأشهر الحسن بن علي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30، بالإضافة إلى 10 النبوية، فكان الجميع 40 سنة. وهذه 40 هي التي ظهر فيها الحكم الإسلامي على حقيقته من ناحية استقامته ورشده وسلوكه للمنهج المرضي عند الله، سواء كان ذلك في اختيار الخلفاء من غير إكراه ومن غير تزوير، أو كان في أشخاصهم، أو كان في سياساتهم وممارساتهم. فكانت هذه الفترة هي الفترة الذهبية في خير هذه الأمة. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي شر مسكوت عنه. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم.
ولم يسأل عن تفاصيله، أو إذا كان سأل عنها لم يحدثنا بها. وذلك ما حصل من الحروب والقتال في صدر هذه الأمة، وأدى إلى اغتيال الخليفتين الراشدين عثمان وعلي، وإلى قتل الحسين بن علي وسليمان بن سرد والنعمان بن بشير وغيرهم من كبار الصحابة وأجلائهم رضوان الله عليهم. وهو مقوي هذا إرشاد إلى عدم الخوض فيما شجر، فقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بذكرها ألسنتنا. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الرابعة، وهي خير فيه دخل، وهو هذا الخير العميم وانتشار هذا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وفتوحات الأمصار ودخول الناس في دين الله أفواجا، وفتح البلدان التي كانت مستعصية، وأن يفيض المال على الناس، وانتشار العلم والتقوى في الأمة، فهذا خير. ولكن مع ذلك فيه دخل، وهو ما يحصل فيه من مخالفة المنهج النبوي. فقال: قوم يهدون فأثبت لهم الهداية، ولكن قال بغير هدي، لديهم بعض البدع وبعض الأمور المخالفة، فلذلك قال: تعرف منهم وتنكر، تعرف ما وافق الحق والشرع والسنة وتنكر ما خالف ذلك. ثم جاء ذكر المرحلة الخامسة، وهي شر متمحض، وهو دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وذلك حين تشتهر أبواب جهنم بين الناس، وأبواب جهنم هي الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الآباء والأمهات، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف. فهذه هي أبواب جهنم، فمن أجابهم إليها قذفوه بها. لها دعاة يدعون على هذه الأبواب، دعاة يدعون إلى الزنا، ودعاة يدعون إلى الفواحش الأخرى، وكل فاحشة من هذه الفواحش والكبائر هي باب من أبواب جهنم، من أجاب الداعي إليه قدمه إلى ذلك الباب. وأما المراحل السياسية فقد جاءت في الحديث الذي أخرجه أحمد والبزار وغيرهما، وهو من حديث ثوبان والنعمان بن بشير وغيرهما، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وستبقى. فهذه خمس مراحل من ناحية السياسية. هذه إذن بعض النصوص والدروس الوحيية التي ترشدنا إلى الواقع الذي نحن فيه وإلى ما وراءه. إذا أتينا إلى مرحلة التنزيل، والتنزيل يأتي بعد النزول، كما قال ابن رواحة: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله. وتأويله وبروزه العيال. فسنجد أن هذه الأمة خاضت تجارب كثيرة. بعد الخلافة الراشدة قام الملك العاض، وقد روي عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: الله أكبر، أنا أول الملوك. وإن الله لذلك التوريث وأثرة الأقارب والاختصاص بالمال العام، وقد حصل ذلك، فقامت عليه دولة بني أمية، ثم دولة بني العباد، ثم دولة العثمانيين. فكل ذلك كان ملكا عاضا، لكن كان معه حكم بالإسلام تقام فيه حدود الله، يجاهد فيه الأعداء، والانحراف الذي فيه كان في رأس الهرم وحده، أما ما سوى ذلك من انحرافات كان معقولا. ثم جاءت مرحلة الملك الجبري، والفرق بينها وبين سابقتها أن الانحراف فيها لم يقتصر على السلطة بل تعداها إلى أسفل الهرم، فكان الانحراف موجودا في كل المراحل. حصل الانحراف في العلماء، حصل في التجار، حصل في النساء، حصل في الكبار والصغار، غزا الأعداء وانبهرت بهم الأمة، وقسمت تركة الرجل المريض كما يقول النصارى، فقسمت هذه الأمة إلى دويلات
أن تهمل خيراتها. وقد ضرب المفكر الإسلامي الكبير مالك بن نبي رحمه الله مثالا عجيبا في ذلك، فقال إن أكبر دولة إسلامية من ناحية العدد هي إندونيسيا، وسكانها إذاك 170 مليون من المسلمين، وتقودها وتستخدمها دولة هولندا وهي دولة أوروبية لا يتعدى سكانها 8 ملايين. فضرب لذلك مثلا بالجمل الضخم الهائج الكبير الذي يقوده صبي صغير، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. خنعت الشعوب الإسلامية وذلل، ومن مظاهر ذلك ما شهدنا في بلادنا، فكان الجيش الفرنسي لا يكون فيه من الفرنسيين إلا 5 أو 6 أو 3 أو 4. انظروا إلى تاريخ المستعمر هنا في هذا البلد، ستجدون أنه يجر جيشا جرارا من أبناء الأمة، ويأتي بهم من البلدان المجاورة. فإذا أراد أن يغزو في السنغال أتى بموريتانيين يغزون في السنغال، وإذا أراد أن يغزو موريتانيا جاء بسنغاليين يغزون موريتانيا، وهكذا. فحصلت مذلة، وإن كنا لا نتذكر لما حصل في ذلك التاريخ من التضحيات والجهاد، فإن كابولاني قتله سيدي الملاذ زين في تجيجة جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله وقصاصا لدماء أبناء هذه الأمة. وكذلك ما حصل في معركة أم التونسي وهي منا قريب، وقد أخبرني بعض الذين أتوا بعد المعركة أنه وجد الشهداء من المجاهدين بعد 3 أيام لم يتغير منهم شيء، كأنما هم أيام لم تتغير أيامهم ولم يطلع عليهم شيء. والذين قتلوا من جيش النصارى وهم عدد كبير لا يستطيع أن يميز بين الأبيض والأسود منهم، فقد اسودوا جميعا وانتفخوا وتغيرت أجسامهم وتبدلت. وكذلك معركة الويشيشي وهي هنا في الجنوب، قادها الأمير أحمد الديد رحمة الله عليه، وما معه إلا عدد يسير من المجاهدين، وقال لهم البحر وراءكم والعدو أمامكم، فاختاروا 1 الميتتين كما قال طارق بن زياد. فانهزم النصارى فيها، وقتل أحمد الديد قائد الجيش الفرنسي وهو عقيد في ذلك الوقت، فكانت معركة مهمة. لكن مع ذلك لم يكن التخطيط كافيا ولم يكن الشعب واعيا، حاول عدد من المصلحين إيقاظ الشعب وتنبيهه، فمنهم مثلا الشيخ محمد المامي الذي قال في قصيدته التي يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: على من ساد أورد أجلينا وأجمل من كسد تاج الجبينا، صلاة متيم حوراء تضحي صلاة العابدين لها قطينا، على مقدار من تهدى إليه لكي تمسى به الدر الثمينا، ولا للغر والأصحاب ضرا وتابعهم وتالي التابعين، من القوم الذين لبست فيهم ونحن مع النبي مجاهدين، شعارا أحمرا لما استجابوا بأحمر مثله مستشعرين، فهمت بمن رأيت ورب رؤيا تعادل رؤية المستيقظين، أباطيف الأحبة أن يبينا وقلبك للعواذل أن يلينا، لأن المرء قد يبقي زمانا بأرض غير بلدته قطينا، وما يسليه إعمال النواجي أو إلقاء العصا في الحاضرين، ولا نظر الدفاتر زينتها أنامل حذق للناظرين، لا نقول بنو العباس ما زالوا كراما، يقتل جمعهم ويصلبون، إلى أن أدركوا ثأرا لقرن وما أدركتموا ثأرا قرونا، إلى تقوموا المستضعفون وأنتم بالمعالي تاركون، أثير الغرب قبل قيام عيسى لعل الله يعيشه سنينا، فيصب قائم بالعدل بعض منكم فلستم بعده تتقاتلون، يرفعن بعضكم لبعض وبحد المقام تطهرون. أما تدرون كل بني تميم من الصخر العظيم يحملون، ويعجز بعضهم عنها وليسوا إذا اجتمعوا عليها يعجزون، كذلك أنتم وحيد اجتمعتم على نصر الخليفة تقدرون. وكذلك الحاج عمر طالب رحمة الله عليه، فإنه سعى للوقوف في وجه المستعمر، ونقل تجربة حصلت في نيجيريا وهي تجربة الإمام عثمان هودي رحمة الله عليه،
ولكنه لم يجد ما يكفي من العدة والعدد، ومع ذلك فقد حصلت له انتصارات كبيرة على البرتغاليين المستعمرين إذاك للسنغال، وكذلك الساموري الذي اتجه أيضا إلى القتال في السنغال. ومن الذين سعوا لهذا الإصلاح الشيخ سدي الذي عقد مؤتمر تندوجة وحضره 4000 من علماء هذا البلد وزعمائه وأمراء قبائله، وقد ألقى في ناديهم ابنه الشيخ سيدي محمد قصيدة المشهورة التي يقول فيها: حماة الدين إن الدين صار أسيرا للنصوص وللنصارى، فإن بادرتموه تداركوه وإلا يسبق السيف البدارة. وكذلك بعد هذا الشيخ العينين الذي عقد مؤتمرا دعا إليه الناس وجاءه أعداد هائلة من الأمراء والعلماء والمشايخ والمضحين من المجاهدين من أعيان الناس وعامته، فكان في هذه أثر كبير. ومع كل ذلك كان الشعب قادرا على بذل أكثر مما بذل، وكانت التضحية أقل من المتوقع. ومع هذا فقد كان بعض المناطق لأهلها من التضحية ما ليس لمن سواها. في الحوض الشرقي عرفت مناطق ما دخلها مستعمر فمات فيها ليلة واحدة إلا قتل. وبعض الأمراء قد بذلوا أنفسهم وقدموا أولادهم في قتال النصارى، ولكن مع ذلك خذلوا ولم يجدوا من هذا الشعب ذاك ما يكفي من الوقوف إلى جانبه. بعد ذلك خرج المستعمر وقامت الدولة الحديثة في بلادنا وفي البلدان المجاورة على هنوات صادق من يقولها، وبدأ الوعي يدب، ولكنه كان وعيا مؤدلجا بأيديولوجية مستوردة في أغلبه في بدايات الأمر. واليوم جاءت هذه الهبة الشعبية العامة في الناس في مشارق الأرض ومغاربها، فحصل الوعي أولا بأنفسنا، وهذا الوعي لا ننكر أن بعض الحكام أيضا انتفعوا به. بعض حكام البلاد الإسلامية فهموا أنهم حكام لهذا الشعب وأنهم من إفرازاته وليسوا من إفراز المستعمر، ولا المستعمر ولا ينبغي أن يكونوا خلفاء عن المستعمر ولا أن ينفذوا خططه وبرامجه، بل هم من أبناء هذا الشعب ينبغي أن ينفذوا خطط هذا الشعب وبرامجه. لكن في مقابل ذلك نجد آخرين هم صورة للمستعمر، والفرق بين الصورة والأصل واضح، فالصورة ميتة لا تتحرك والأصل متحرك حي، ويصدق فيهم ما قال الشاعر: رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. فهم ينظرون بعين المستعمر ويتكلمون بلغته ويفكرون بعقله وينفذون خططه واستراتيجياته ويلهمون له ويتصدق عليهم من الفتات وما بقي. ولكن هذا الحال لا يمكن أن يستقيم ولا أن يثبت أبد الآبدين، لا بد أن يقع الوعي وهو بداية التحرر وبداية الفهم، أن يفهم الناس أولا، أن يفهموا لماذا خلقوا، وأن يفهموا من هم، وهل كتبت عليهم الذلة والصغار أبد الآبدين، وهل هذه الذلة هي ضربة لازم أبدا لا تتغير. فهذا الوعي لا ينبغي أن يكون موجودا لدى أهل الجاهلية مفقودا لدى أهل الإسلام. فالنابغة الربياني يقول في الحال بن أبي شبه الغساني: وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت كتائب من غسان غير أشايبي بنو عمه دنيا وعمر معامر، أولئك قوم مجدهم غير كاذب، إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم كتائب طير تهتدي عصائب طير تهتدي بعصائبي، يصاحبنهم حتى يلن مغارهم
من الضاريات بالدماء الدوارب لهن عليهم عادة قد عرفناها إذا عرضوا الخطية فوق الكواذب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب تورثن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب، تقض السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالسفاح نار الحباحب، ولا يحسبون الشر لا خير بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازم. فهذا الوعي كان سائدا لديهم في ذلك الوقت، فكيف يكون معروفا في أهل الجاهلية ولا يكون معروفا في أهل الإسلام؟ ما حصل الآن في العالم الإسلامي من هذه الثورات التي رأيتم هو نتاج وعي شعبي عام، وليس نتاج عمل سياسي أو دعوي فحسب، بل قد كان وعيا سائدا في الشعوب، ومن أجله تحركت وهدفها واحد وهو الحرية، وهو مطلب مشهود من مشارق الأرض إلى مغاربها، وهو حق للإنسان وله الحق أن يطالب فيه، وهو حق مقدس إذا ضحى في سبيله بالغالي والنفيس فإن ذلك يسير في سبيل الوصول إليه. وإذا تحرك في سبيله لا بد أن يناله، فالذي قتل متقدما غير مبتسم قد نال حريته حين عبر عن رأيه ونال شرفه بذلك في الدنيا وفي الآخرة، والذي عاش بعد ذلك سينال مقصوده ومطلوبه غير متصدق عليه به ولا ممنون. فإن الحق لا يؤخذ إلا غلابا، ومن تزع بالقوة لا يستعاب إلا بالقوة. ومن هنا فإن هذه الأمة صبرت 70 سنة على احتلال أرض فلسطين، ومنذ عام 68 المسجد الأقصى تحت أقدام اليهود إخوان القردة والخنازير، وهذه الأمة ساكنة. كانت البداية شعارات ترفعها حركات وإيديولوجيات، ولكن نظرا لكونها ليست شمولية ولا عامة للأمة ولا جامعة لها لم تستطيع تحريك الأمة بكاملها. اليوم أول ما ينبغي أن يكون نتاجا لهذه الثورات هو تحرير المسجد الأقصى. أول نتيجة مطلوبة وأول حرية مشهودة هي حرية المسجد الأقصى الأسير، وهو عز هذه الأمة وقضيتها الأولى. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن المقصد بعد ذلك هو وحدة هذه الأمة واجتماع كلمتها على الحق، والدعوات المفرقة التي تسعى لتشتيت الصفوف وتوزيع الناس لا بد من التخلص منها، لأنها عائق دون الوصول إلى الهدف المشروع من الحرية الشاملة. فهذه شعوب لآدم وآدم من تراب، وقد رضي جميعا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولا فرق بين جميلها وقبيحها وغنيها وفقيرها وعربيها وعجميها وأبيضها وأسودها وذكرها وأنثاها في حقها جميعا في الحرية المشهودة. وهذه الفروق التي يمكن أن ينظر إليها على أنها مفرقة هي مؤقتة، مدتها مدة العمر الدنيوي القصير. إذا وقف أحدكم على المقبرة لا يستطيع أن يميز لي بين قبر الذكر والأنثى، وبين قبر الملك والمملوك، وبين قبر الأمير والمأمور، وبين قبر الغني والفقير، وبين قبر العالم والجاهل، فكل هذه الفروق تزول بمجرد النظر. ويوم القيامة الناس هي على فرقتين فقط، منهم شقي وسعيد،
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقد حملت هذه الثورات معها مبشرات، وهذه المبشرات ليست مبصورة عليها، فقد سمعناها مبشرات من الصادق المصدوق بالنصوص التي سمعنا وفي غيرها، وشاهدنا من حياة الشعوب وتحركها مبشرات أخرى، وشاهدنا من ألفة المسلمين واجتماعهم على كلمة سواء كذلك مبشرات أخرى، ولكن جاءت مبشرات لم تكن متوقعة ولا هي عمل بشري ولا جهد لأي طرف من الأطراف، شاهدناها في هذا الوقت. فمن هذه المبشرات اهتزاز عروش أضربت بعطل في الطغيان، وزوال أحكام جثبت على صدور الناس مددا متطاولة، وقد بذلت كل الأسباب للبقاء ولا بقاء. شاد بنيانه وبوبه بابي حديد وحفه بجنوده كما قال المنادر، لكن يأتي الموت على ذلك. كل حي لاق الحمام فمودي، ما لحي مهمل من خلودي، لا تهاب البنون شيئا ولا ترعى على والد ولا مولود، يرضخ الدهر في شماريخ روى ويحط الصخور من همبودي، ولقد تترك الفرادف والايام وهي في الصخره الجنود، يفعل الله ما يشاء فيمضي، ما لفعل الاله من مردود، فكأن للموت رب محتثون صراع بملهد مولود، إن عبد المجيد يوم تولى هد ركنا ما كان بالمهدود. فلذلك كان هذا بشارة عندما تحركت هذه الشعوب التي كان الناس يراهنون على موتها، وكانت تشهد على نفسها بالموت، لأنها يتصرف فيها كما يتصرف في البهائم، فيلحم منها وينبح آناء الليل وأطراف النهار، لا تحس بهذا الجرح الغائر، وخيراتها تستلم وتنهب دون أن يكون لها أي تحرك. شعوب تعيش على أنهار وبحار من النفط والغاز والذهب وأنواع الخيرات في أرضها وهي فقيرة. كان بعض الناس يظنون أن الشاعر الكويتي وهو أحمد مطر كان مبالغا عندما قال قلت لكم إن الشعوب المسلمة رغمناها معدمة وأنها بما حوت أفواهها مكممة، لكن الواقع أنه كان صادقا في ذلك، ولهذا كان صادقا أيضا في مرضيته لناجي العلي التي يقول فيها شكرا على التأمين والإطراء يا معشر الأدباء والشعراء، شكرا على ما ضاع من أوقاتكم في غمرة التدبيج والإنشاء، وعلى مدار كان يكفي بعضه كي يغرق الظلماء بالظلماء، أنا لست أهجو الحاكمين وإنما أهجو بذكر الحاكمين هجائي، فالحاكمون هم الكلاب مع اعتذاري، فالكلاب حقيقة بالوفاء، وهم نصوص الغاصبون وكلهم عرضون بالاستثناء، إن لم يكونوا غاصبين فكيف ما زالت فلسطين لدى الأعداء. إلى أن 20 عاما والنظام هو النظام مع اختلاف اللون والأسماء، تمضي به وتعيده دبابة تستبدل العملاء بالعملاء. فجاءت هذه البشارة فذهبت العملاء المحتفين، ولعل الله يأتي بخير. كذلك من هذه المبشرات أيضا عندما أتيحت الحرية للشعوب أن تعبر عن رأيها، فإنها اختارت أهل الأمانة ولم تختار أهل المال، اختارت الذين يستعدون لخدمتها والقيام بمصالحها، ولم تختار الذين يستعدون لخدمتهم لخدمة الشعوب لها لأنفسهم، اختارت الذين يقدمون ما عندهم الشعوب، ولم تختار الذين ينتهزون ويتهمون الشعوب بانتزاع ما لديها. وقد كان هذا نادرا، فقد عشنا
فترة طويلة ونحن نرى انتخابات يدخلها الناس وتنفق فيها الأموال الضائلة ولا تأتي إلا للذين كانوا في ذلك المكان. ورأينا الأعمادة الطويلة يزداد فيها الأغنياء غنى ويزداد فيها الفقراء فقرا. ورأينا الذين يولون الولايات لا يولون على أساس التخصص والكفاءة وإنما يولون على أسس أخرى ذكرها الشاعر محمد فاضل عبد اللطيف حفظه الله حيث قال يقول ما الشهادات ما الكفاءات للتعيين يقل وحدهن الأساس فهناك المراس والكاس والطاس والأشياء هذا عنها القياس. ومن الناس من إذا باس لا باس وبعض به إذا باس باس. وكان الناس يقولون هذا الأمر مستمرا فقالنا ولله الحمد نتائج ظهرت اختيار من الأكفاء والذين كانوا يميلون ويضحون ويريدون الإصلاح ولا يريدون هذه المناصب وفرضت عليهم فرضا ولما وصلوا إليها كثير منهم ممن كلمناه ولقيناه بينوا أنهم يعلم الله ما جاءوا رغبا في الدنيا ولا طمعا فيها ولا قصد للمناصب وإنما قصدوا أداء برنامج وتقديم خدمة لهؤلاء المساكين الذين يحتاجون إلى ذلك. كان اليوم يكلمني الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون الدولي عن قضية الطلاب الموريتانيين الذين يرغبون في التسجيل في المغرب. فهو وزير الخارجية مشغول بقضاياه لكن مع ذلك كان أول في لجنة حكومية ما يلزم هناك إسقاط كل قضية الطلاب. وقد سعوا وبذلوا جهودهم من اجل حل المشكله ووجدوا انها لا تختص بالموريتانيين بل هي شامله لعدد من الطلاب بل اقصد طلاب عدد من الدول الليبيه. كذلك من هذه المبشرات ما نراه الان من تراجع للملك الطائفي وانشغال لاهله بمشكلاتهم وقد ظهرت اضغانهم وبانت مكاينهم. فبعض الطوائف الإسلامية من قديم الزمان كانت تنتهج الباطنية وتسعى للاحتشاش في الخفاء ولذلك كانوا في التاريخ يلقبون بالحشاشين ويلقبون بالباطنية وكانوا يتهجون التقية في معاملتهم مع الناس. قتلوا أعدادا كبيرة من علماء الإسلام وعلماء أهل السنة وعندما حكم بولس من المهدية اتخذ ابن أبي زيد القيرواني إذاك كلبا للحراسة فقيل له إن مالكا نص على حرمة اتخاذ الكلب للحراسة فقال رحم الله مالكا لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. وعندما حكموا مصر قتلوا 350 عالما في أسبوع واحد لكن يقومون بتلك الأمور بمؤامرات سرية وبدعاوى باطلة وهذا ما كانوا ينتهجونه. ولكن اليوم ما تسمعون وتبصرون في العراق عبر الشاشات أن المؤامرة لم تكن سرا ولا مكتوما. في العراق أشهر أهل السنة من ناحية السياسة رجلان أحدهم هو نائب رئيس الجمهورية والآخر نائب رئيس المحكمة رئيس الحكومة وكلاهما أعلنت الطائفية المقيتة طرده وتأمر عليه وحاولت التخلص منه بمختلف الوسائل وقد حصلت تصفية لكثير من الرموز علنا جهارا نهارا انفضح امر هذه الطائفيه وانكشف قناعها وهبت رائحتها الكريهه واضحه للناس. لما حصلت الثوره في سوريا
وقام الشعب يريد حريته، قامت الطائفية المقيتة والجليل، فحاولت في البداية استغلال وسائلها القديمة. لما كان المفتي ساكتا لم يؤيد الثورة في البداية، قتلوا ولده المشرف على بحثه، ولده يعد رسالة الماجستير، قتلوه وقتلوا الأستاذ المشرف على رسالته ليخيل إليه أن الذي قتل ولده هذا الأستاذ هم الثوار، والثوار ليس لديهم أي سلاح، وإن كانوا يملكون سلاحا كالحالة اليمنية فإنهم لا ينزلون به للشارع ولا يرفعونه في وجوه الناس. اليمن مكثوا 7 أشهر يتركون سلاحهم في بيوتهم وينزلون إلى الشوارع ويستقبلون الدبابات بصدور عارية، لأنهم آلوا على أنفسهم أن تكون ثورتهم سلمية ليس فيها تحطيم للزجاج ولا للسيارات ولا إحراق لإطارات السيارات ولا قطع للطرقات ولا تخويف للناس ولا اعتداء على الأسواق ولا اعتداء على من لم يعتدي، فكانت ثورة سلمية منضبطة بالضوابط المعقولة. في مثل هذا الوقت تأتي مبشرات أخرى من نوع آخر من المبشرات، وهي مبشرات المضايقة لبعض الداعين إلى الله سبحانه وتعالى والسالكين لطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا إذا وجدوا أي مضايقة في طريق الحق حمدوا الله عليها وششروا، لأنهم يعرفون أنها من أعلام هذا الطريق وأنها تدل على أنهم ما زالوا متمسكين بالحق الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المعالم التي يجدونها في طريق الهداية الأذى، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تنتزع الجنسيات منهم، ولا يقتصر على هذا الحد، بل تنتزع منهم حتى رخص قيادة السيارات وحتى الدفاتر العائلية، حتى لا يترك الأطفال والبنات يدرسون في المدارس، ويمنعهم من جميع حقوقهم الوظيفية كأنهم ليسوا من سكان هذا الكوكب الأرضي وما شاركوا في بناء هذه الدول ولا شاركوا في تأسيس هذه الجامعات التي يطردون منها وهذه المؤسسات التي يخرجون منها. وهذا دليل وبشارة على أن النصر قريب والفتح عاجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو في تلك الشدة بشر أصحابه بأنه ستفتح له كنوز كسرى وقيصر وأنه أوتي مفاتيح الأرض. وفي يوم الهجرة وقد أخرجه قومه من مكة يبشر سراقة الممالك بسواري كسرى وأنه سيلبسهما. هذه المبشرات كلها مؤازرة للمبشر الأول الذي ذكرناه، وهو الوعي السائد في الشعوب في مشارق الأرض ومغاربها والفهم العام، وبالإضافة إلى وجود بعض وسائل الإعلام التي عرفت مهمتها فلم تعد تقتصر على البيانات الموقعة وإذاعتها، بل تذهب إلى الشعوب وتنقل الآراء كلها حتى يسمع الناس الحقيقة ولو سمعوا ما يقابلهم. فنحن لا نبالي إذا سمعت الحقيقة أن يسمع الكذب، فالكذب باق، ولا نجد أي ضيق في أنفسنا أن يتكلم الناس وأن يقولوا ما شاءوا فلهم ذلك، وتتسم صدورنا للمخالف وله أن يتكلم بما شاء. لكن من المهم أن لا يكون رجال الإعلام كالحاشرين من قوم فرعون الذين قالوا هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا غالبين، فإنهم لم يغطوا من الحقيقة إلا جانبا واحدا وهو إن كان السحرة هم الغالبين، أما إذا كانوا مغلوبين فهذا الجانب مسؤول عنه لا يحل الكلام فيه. قد نبه الأخ إلى أن وقت الصلاة قد حان، وهذا يدلنا على كثرة المبشرات وتواترها
فنحمد الله على ذلك. وأختم بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.